الحمد لله غافر الذنب وقابل الثوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخلق والأمر وإليه المرجع والمصير. كل شيء هالك إلا وجهه له الحب وإليه ترجعون. وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نشاهد الأمر من بدايته، ننظر بدء الوحي وكيف بدأ، وعلينا جميعا أن نعلم ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم لنحسن القدوة به ولنبلغ رسالته للعالمين. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نحن مطالبون بذلك أن نستقيم نحن على دين الله ثم نبلغ رسالته للعالمين مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. استمرت هذه الفترة 6 شهور، وكأنها كانت تمهيدا لما يأتي بعد. ثم حبب إليه الخلاء. وانظروا إلى كلمة حبب، بناء الفعل للمفعول، فليس كل من يرغب في الخلوة أو الخلاء يكون على هذا النحو أو يأتيه ما يأتيه الرسالة اختيار وفضل من الله، والله أعلم حيث يجعل الرسالة. حبب، من حبب إليه ذلك؟ الله عز وجل. فكان يخلو في غار حراء، وعلينا
أن نعرف مكة وحالها قبل أن تكون على النحو التي هي عليه الآن. جبل حراء بعيد عن مباني مكة، يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قمة الجبل يتحنث يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع يشتاق إلى أهله فيتزوج لمثلها، فيتزوج لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها. يتردد الرسول على جبل حراء صلى الله عليه وسلم، يتأمل فيه ويتدبر. لو أن إنسانا قيل له تعال إلى هذا المكان لتقيم فيه ما استطاع، لأن حراء كما قلت كان بعيدا عن بيوت مكة. وإذا تأملنا مكة على حالها التي كانت عليه أدركنا من الذي اختار المكان ولماذا حبب إليه الخلاء وظل حاله كذلك حتى جاءه الحق. فجاءه الملك نقلة ضخمة جدا، وانظروا ماذا يطلب الملك. يطلب من أمي لا يقرأ ولا يكتب، يقول له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني ضم إليه ضم شديدة حتى كاد النفس أن يقبل، ثم أرسلني فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يا لها من نقلة ويا له من تحول. فلنتدبر، الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في جميع الأحوال، وهو يقول لجبريل ما أنا بقارئ، ويتردد الأمر مرارا ويأخذه في كل مرة فيضمه إليه ضما شديدا حتى يكاد النفس أن يقبل، ثم يرسله، وفي كل مرة يقول له اقرأ، إلى أن جاء بعد ذلك وتلا هذه الآيات. اقرأ، أنت لا تقرأ بقوتك ولا بقدرتك،
والله عز وجل يعلم أنه لا يقرأ ولا يكتب. اقرأ باسم ربك، وانظر عندما تأتي بعد باسم ربك الذي خلق، فلا قرابة أن تتم النقلة من أمي لا يقرأ إلى تال لكتاب ربه ينزل عليه هذا القرآن العظيم فيتلوه على الناس ويحفظه، لأن الذي يلقي عليه ويأمر بإلقائه عليه هو الذي خلق. وخلق من؟ خلق الإنسان من علق. العلقة التي على الرحم ملصقة بالرحم تلك بداية الإنسان. الإنسان الذي يتكبر في الأرض ويتبختر وينسى. الإنسان أنت عندما تقرأ إنما تقرأ بقوة القادر الذي خلق، فتنتقل مما أنت فيه أمي لا يقرأ ولا يكتب ينزل عليه القرآن الذي نتلوه ويتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ترى فيه حقائق كل شيء ويهدي دائما إلى التي هي أفضل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تعالوا بالله معي لتروا الآيات الأولى وقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتردد فيها كلمة علم والقلم، أي دلالة لهذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيأتي إنسان ما في أي عصر ما فيتكلم عن العلم ونتائجه بعيدا عن الدين؟ إنما نحن المسلمين مطالبون بالعلم، وتلك هي الآيات الأولى التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم. اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لكن نحن لا ننظر إلى العلم مستقلا عن فهمنا للدين، إنما ننظر إلى نتائج العلم على أن فكرا مخلوقا قد عمل في مادة مخلوقة. ألا فليذكر الإنسان ربه، ولتكن النتائج بارة بالإنسان لا مدمرة له. فلا عزل لديننا عن الحياة، فليعزل ذلك الدين الخرافي الذي وضعه الناس من عند أنفسهم ونسبوه إلى رسل الله، فليعزل هذا الذي يحرم على الناس أن يتعلموا أو يأخذوا نصيبهم من العلم في كل جانب. أما الدين الذي يدعو أهله إلى العلم ويناشدهم دائما إلى المزيد ويخاطب نبيه وقل ربي زدني علما،
ويعلمنا أننا مهما توصلنا إلى العلم فما أوتيناه من العلم قليل ليغرينا بالمزيد، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الدين على أهله أن يفهموه وأن يفقهوه وألا يفتتنوا بما عند القوم. إن القوم صاروا بنتائج العلم بعيدا عن الدين فدمر، والنتائج لا يحميها إلا إيماننا بالذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لذلك عندما نتدبر في السورة نفسها نرى أن نتائج العلم يحميها ويحرسها. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. فإيماننا بالله واليوم الآخر يحمي نتائج العلم من أن تدمر حضارة الإنسان. تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وهي نقلة كما ترون ضخمة وبعيدة، وذات تأثير على حياة الإنسانية كلها، ورجع بها يرجف فؤاده. دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وقد أخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي. فقالت له: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. انظر، نقف هنا. تقسم، ما الذي جعلها تقسم؟ لقد عاشرت وعرفت عنهم ما عرفت، والله لا يخزيك الله أبدا، وهي تعلم أن صاحب هذه الصفات لا يمكن أبدا أن يخزي. ثم تذكر لنا من هذه الصفات: إنك لا تصل الرحم، ومن وصل الرحم وصله الله، وتحمل الكل الضعيف الذي لا يستطيع أن يحمل نفسه ويحتاج إلى معاونة غيره، اليتيم الضعيف المحتاج إلى المعاونة، وتحمل الكل وتكسب المعدوم، تنال من المكارم ومعالي الأمور ما لم ينله غيره، وتقري الضيف، تقدم إليه قرار، وتعين على نوائب الحق. ما من إنسان يصاب بأمر وتعلم به إلا وتنجده. فتلك صفات تقسم عليها خديجة أن من كان على هذه الصفات لا يخزيه الله، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهنا أود أن ألفت النظر إلى أننا نحن المسلمين على الفتاة التي نربيها في البيوت أن نربيها على التطلع إلى معالي الأمور، وعلى الرجل أن ينشد لحياته من تقف بجواره عند الشدائد. لو أن امرأة ما كان خديجة جاء زوجها إليها
ثم قال لها: لقد خشيت ولقد رأيت. ونعرف جميعا طبيعة المرأة وما هي عليه، أليست جديرة بأن تبشر بالتحية من الله ومن جبريل ثم من جبريل عليه السلام؟ يأتي جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أن يبلغ خديجة، بلغها من ربها السلام ومن السلام، وبشرها بقصر من قصب لا فخذ فيه ولا نصب، لؤلؤ مجور. استقبلت النبوة. وهنا يجب أن تعرف المرأة مكانها ومكانتها في دينها. بلغها من ربها السلام ومن السلام، وبشرها بقصر من قصب لا فخذ فيه ولا نصب، لؤلؤ مجور. استقبلت النبوة. وهنا يجب أن تعرف المرأة مكانها ومكانتها في دينها. إن الذي استقبل رسول الله في عودته من الغار خديجة، فكانت أول من آمن به قبل أن يؤمر بالتبليغ، وكان موقفها ما تعرفون، وقفت بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فسددت خطاه، وسبحان من اختارها زوجا له لتقوم بهذا الدور العظيم وهذا الشرف العظيم في طمأنينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن طمأنته انطلقت به حتى أتت ورقة ابن نوفل. وانظروا إلى الاختيار، ورقة ابن عم لها، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمل. اختارت. إذا نحن وقفنا عند هذه الصفات التي ذكرت لورقة، يدرك الإنسان حسن الاختيار في المشورة أو عرض الأمر. ابن عمها تنصر في الجاهلية على علم بالأديان السماوية، شيخا كبيرا قد عمل، صاحب تجربة ومعرفة، فوصلت إليه فقالت في لطف عجيب: يا ابن عم اسمع من ابن أخي، وهو يعلمنا كيف نختار الكلمات، الكلمات التي لها تأثير في نفس من تلقى عليه. يا ابن عم اسمع من ابن أخي. ومعلوم أن الرسول يلتقي مع ورقة ومع خديجة في قصي، الأب الخامس يلتقيان معنا، وخديجة كما قلت ورقة ابن عمها. اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى. والناموس هو من يحمل سر الملك ويخصه، وبه سمي جبريل عليه السلام لأنه هو الذي اختص بالوحي
والغيب دون سواه. هذا الناموس. ومن عجيب أن اليهود يكرهون جبريل. لهذا مقام آخر سنذكره ونحن نتابع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا يتمنى أن لو كان شابا. ثم ترى الرجل بلغ من السن ما بلغ، فأعاد مرة أخرى وقال: يا ليتني فيها حجا. ربما رأى الطلب الأول يعني طلب لا يبعد على الله شيء، إنما يعود شاب. الشيب إذا جاء لا يعود شابا، ألا ليت الشباب يعود، لكن لا يعود. وفيه من العبرة فيما فيه: يا ليتني فيها جزعا شابا قويا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة بشيء من الاستغراب، أو مخرجيك، إنه الصادق الأمين. لا يتصور أبدا أن أحدا في مكة يفعل معه ذلك. أو مخرجيهم، أيكذبونني ويصل الأمر أن يخرجوني؟ قال: نعم، ما جاء أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. فلم يلبث ورقى أن توفي وفتر الوحي. لو أننا أردنا أن نتدبر هذه الكلمات لطال الأمر بنا، ولكنني في كثير أدع التدبر لقلوبكم وإيمانكم، رجاء أن نعود نحن بأنفسنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله، لكي أن نعرف ديننا فنعمل به ونبلغه للعالمين. فترة الوحي هذه، قل بعد مجيء جبريل إلى رسول الله في غار حراء، فترة الوحي 2.5 سنة، 6 شهور من قبل الرؤية الصادقة، فتكون فترة النبوة 3 سنوات. في هذه الفترة التي فطر فيها الوحي، بلغ الحزن برسول الله مبلغه، إنه يشتاق إلى اللقاء، إلى أن يعود إليه جبريل. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب إلى شاهق جبل، يكاد يحدث نفسه بأن يلقي نفسه حزنا، فيتبدى له جبريل فيقول له: إنك لرسول الله حقا. فتطمئن نفسه ويثبت قلبه، ثم يعاود من حزنه وتطلعه إلى مجيء الوحي إليه. مكث كما قلت الأمر على ذلك الحال 2.5 سنة، إلى أن جاءه جبريل الذي جاءه في غار حراء في دار خديجة ليقول له: يا أيها المدثر، قم فأنذر وربك فكبر. أرجو أن يوفقنا الله إلى أن نتدبر سيرة رسول الله وأن نعمل بها، وأن نصحح واقعنا، وأن ندرك قيمتنا ونحن نتمسك بديننا.
وأن نطلب معالي الأمور ونبتعد عن سفاسفها، وأن نتضامن فيما بيننا على تعليم أمتنا ما يجب أن يكون حتى نظفر بالنصر في الدنيا والفوز في الآخرة. فموكب الحياة جار ماض متتابع، جيل يتبع جيلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن بالله عليكم تعالوا نتدبر في هدوء نفس، أين ذهب هؤلاء الذين كذبوا أو الذين صدقوا؟ مضت الأيام، بماذا نذكر نحن المكذبين؟ وماذا نقول عن المصدقين؟ ذهب الناس وبقيت الذكرى. ونحن كجيل سنمضي لا محالة كما مضى غيرنا، وتبقى الذكرى وتحسب الأعمال وتذهب الحظوظ ويذهب التكاثر ويذهب التعالي وتذهب المظاهر وتذهب الزينة وتبقى القيمة. وقيمة الإنسان في إيمانه، وقيمته في أخلاقه ومعاملته. فإن أبى إلا أن تكون قيمته في زينته فإنه تارك لها وهي متخلية عنه. فالمال لا يبرح داره، والأهل أقصى ما يفعلون أن يودعوه عند قبره، ولم نر هذا ولا ذاك ينزل معه في خفته. ونرى ونفطر، فنرى موكب الحياة يمضي فيه الموت والحياة معا، فما من لحظة وما من غمضة عين إلا وتسمع ولد مات، ولد مات. ما من غمضة عين إلا وأرحام تدفع وأرض تبلع. والأمر دائر هكذا لا ينقطع. ما دلالة هذا إذا نحن بلغنا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نحن استمعنا ما كان عليه وما دعا إليه؟ دلالته أن ندرك أن أمرنا أمر امتحان، لا أمر بقاء وانتظار. فالناس يمرون في الحياة ولا يقيمون، وكم يقيمون وكم ساعة يمرون؟ العمر المحدود المغير، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كم عمرك؟ لا أدري. كم تعيش في دنياك المحبوبة المرغوبة؟ لا أدري. والعاقل حين يتدبر لو أعطي من العمر ما يشتهي ووازن بينه بعد ذهابه وما هو مقبل عليه، لرأى أن نسبة العمر لما يقبل عليه صفر، لا شيء، ذهب انقضى. وجاءت الآخرة بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم، وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أمر بتبليغه من أول لحظة. قم فأنذر، وهذا ما قاله لأول جمع جاء إليه،
هنا آخرة نحن مقبلون عليها، وأنا أبلغكم وأحذركم لا تشركوا بالله شيئا، فإن الشرك مدمر لحياتكم. كبروا ربكم في كل أعمالكم وعظموه في كل شأن من شؤونكم، ولا تركنوا إلى أحد غيره. كبروا الله واستعينوا به وتوكلوا عليه. وما الذي جرى للجمع الذي صاوعه؟ أأكلته الدنيا كما قالت قريش وهي تكذب رسول الله إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا؟ أم سادوا الدنيا وقادوها ووقفوا على ذروة المجد فيها؟ نحن مخاطبون بما خُصِبَتْ به الأسلاف من قبل، فماذا نحن فاعلون؟ والله يخبرنا أن الحياة والموت يجريان معا في موكب الحياة لاختباركم وامتحانكم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فماذا نحن قائلون فيما نبلغ به؟ يأمرنا ربنا بالوحدة والاعتصام بكتابه، فماذا نقول بين يديه عن فرقتنا وعن تنازعنا وعن دخول الشعارات الفاسدة في حياتنا وعن تقليدنا لأعدائنا؟ يأمرنا ربنا بالطهر في جميع أحوالنا، فماذا نقول بين يديه حين نسأل عن الربويات التي شملت حياة المسلمين وعن الفسوق الذي فشى فيهم؟ ماذا نقول عندما نبلغ رسالة الله لا معذرة بعد ذلك ولا حجة، ولا معذرة لظامئ يموت من الظمأ والماء يقدم إليه وهو معرض عنه؟ لا معذرة أبدا لأحد، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وليست المعيشة الضنك، ليست في قلة مال أو في كثرة مال، وإنما في إيجاد الإنسان الذي يعيش في الأرض منعما برضا ربه، منتصرا بنصره، عزيزا بعطائه. وقد يعطى الإنسان المال وهو يحيا في عيشة ضنكة. لماذا؟ لأننا نحن المسلمين، الفقير فينا والغني، تكتسحنا مهانة لم يمر على تاريخنا مثلها أبدا. فلا فرح بغنى ولا فرح بزينة الحياة، وإنما الفرح كل الفرح أن نرى كلمة الله عالية، وأن نرى أمة الإسلام منتصرة، وأن نرى هذه الأمة كما أخرجها الله خير أمة أخرجت للناس. وإذا ضيع هذا الجيل فماذا يقول بين يدي الله وقد بلغ من أول يوم؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمر: قم فأنذر، أنذر الناس، ويترك المتعلق دون أن يحدده، لأن العذاب الذي يقع قد يكون مهانة في الدنيا وقد يكون ذلا في الدنيا وقد يكون ذهاب ريح في الدنيا،
والآخرة ستأتي لا محالة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إننا عندما نتابع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سنجد أنفسنا مع القرآن كله ومع السنة كلها، فآمل أن تستعد النفوس للعمل وللتبليغ، نبلغ ونعمل ولا حجة لنا ولا معذرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك نصرا للمجاهدين. اللهم إنا نسألك نصرا للمجاهدين في سبيلك. اللهم إنا نسألك نصرا للمجاهدين في سبيلك. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.